احنا خلاص كلها ايام قليله جدا بتفصلنا عن بدايه الموسم السياحي الشتوي بشكل رسمي. الحمد لله مصر فيها من المميزات الكتير جدا، جوها رائع صيف شتاء بالنسبه لدول العالم كله، عشان كده هي مقصد سياحي مهم جدا لدول كتيره في العالم سواء في الصيف او في الشتاء. دلوقتي بنستعد طبعا للموسم الشتوي بشكل مكثف جدا، ده في الوقت اللي شهدت فيه السياحه الروسيه زياده كبيره جدا في اعداد الوافدين تجاوزت 60%. ليلى، عايزين نتعرف على تفاصيل أكتر عن الموسم السياحي الشتوي، عشان كده هينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة. صباح الخير يا دكتور، بنرحب بحضرتك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير وصباح الخير على مصر أقدس أرض. صباح الخير. صباح النور. بداية عايزين نعرف الموسم السياحي الشتوي بيبدأ بالضبط إمتى في مصر، وعادة إيه الاستعدادات اللي بتتم للتجهيز ليه؟ هو دائما الموسم السياحي الشتوي كان بيبتدي في 1/10، ولكن احنا الحمد لله مصر بقت فيها طوال العام بعد ما اتعمل مهرجان العالمين والساحل الشمالي والفنادق اللي اتعملت فيه، فاصبحت مصر سياحه طوال العام، عشان كده في رواج سياحي دائم في مصر. فزي ما حضرتك قلتي دلوقتي السائح الروسي عاد تاني، ولكن السائح رقم واحد موجود دلوقتي في مصر هو السائح الألماني، وجميع الجهات المصرية أو جميع الأماكن السياحية المصرية من شرم والغردقة والساحل الشمالي وكمان الأقصر وأسوان والفنادق العائمة نسبة الإشغال فيها تتعدى 80%، ولسه ما دخلناش على الموسم لأن احنا حققنا رقم كويس جدا 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 في أول 6 أشهر، حققنا 7 مليون سائح، وكنا هنأمل إن شاء الله في النص الثاني دوت يكون 7 مليون سائح ثانيين ونوصل ل 14 مليون سائح اللي هو عام الذروه اللي هو بتاع 2010. فمصر بشمسها بجمالها بكل ما فيها دائما هي قبله السائحين. طيب ايه ابرز المدن يا دكتور مجدي اللي بيتوافد عليها سياح في فصل الشتاء في مصر، واستعداداتها بتكون عامله ازاي؟ هي مصر اصلا سياحه شتاء، فكل المدن المصريه فيما عدا طبعا الساحل الشمالي اللي هو بيبقى بيقل فيه السياحه، فبيبقى عندك الغردقه وشرم الشيخ وعندك العين السخنه وعندك الاقصر واسوان بتزيد نسبه المراكب والنايل كروزنج يعني اللي هي الفنادق العائمه، فعشان كده بتبقى السياحه الثقافيه اللي هي القاهره والاقصر واسوان بتبقى هي الاكثر، ولكن شرم الشيخ والغردقه ومرسى علم بتبقى برضو سياحه قويه لان الميه بتاعتنا دافيه، تبص تلاقي العالم كله هيتحول الى برد وجليد وتفضل مياه البحر الاحمر مياه دافئه وشمسنا ساطعه دائما. طيب دكتور، بالنسبة لأبرز الاستعدادات اللي بتتم في الوقت الحالي، يعني حضرتك اتكلمت عن نوعين من أنواع السياحة الشتوية سواء كانت سياحة الشواطئ ونوع آخر من السياحة السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، إزاي بيتم الاستعداد سواء في الفنادق أو الأماكن اللي بيزورها السياح؟ هي الاستعدادات ماشية على قدم وساق، لدرجة أن طبعا زي ما شفنا من يومين كده كان دولة رئيس الوزراء كان في سانت كاترين عشان مفروض افتتاح التجلي الأعظم إن شاء الله شهر أكتوبر القادم أو شهر نوفمبر، وشاف نويبع وشاف دهب وطلب إن هو زيادة الطاقة الفندقية. فبالنسبة للاستعدادات أنت عارفة إن 98% من السياحة اللي يقوم بها هو القطاع الخاص، فاستعدادات المراكب واستعدادات الفنادق واستعدادات النقل السياحي كله ماشي على قدم وساق عشان عايزين نوصل الى ال 30 مليون سائح في 2028. عظيم. دكتور مجدي، ازاي نعمل برامج للرحلات لما يجي السائح يكون في برنامج كده للرحله بتاعته للاجازه بتاعته اللي هو موجود فيها يزور اكتر من مكان فبالتالي معدل انفاقه يزيد؟ هو في جزئين دلوقتي، الجزئيه الاولانيه ان احنا نزور السائح اكتر من مكان، ولكن الجزئيه اللي احنا هنقوم بيها في الفتره القادمه ان كل محافظه تحتفظ بالسائح اطول فتره ممكنه عشان يبقى في زياده في عدد الليالي السياحيه للسائحين، فينفخ في هذه المحافظات، يعني في محافظه زي الفيوم ممكن تقوم بذاتها في ان السائح يفضل فيها 3 4 ايام، عندك الأقصر وأسوان بيجي يزور مقبرتين
او يروحوا يزور وادي الملوك، يزور مقبرتين في وادي الملوك، ويروح بعد كده على الدير البحري وكرنك والاقصر في المنطقه الشرقيه للنيل. فاحنا عايزين ان هو يجي يقعد اكتر ويطول في قعدته اكتر، لان كل ما زادت في قعدته كل ما زاد انفاقه. صحيح. وسياحه المدن بتبقى فيها الانفاق اكتر من سياحه المناكن الاماكن الساحليه. حضرتك يا دكتور قلت ان اكتر السياح اللي موجودين دلوقتي في مصر او الاقبال اكتر من السائح الالماني، السائح الالماني ايه اللي بيفضله دايما؟ يعني دايما بنقول ان كل جنسيه بتفضل نوع معين من انواع السياحه، بالنسبه للسائح الالماني تحديدا ايه ابرز الحاجات اللي بيفضلها في السياحه في مصر؟ السائح الالماني هو سائح متنوع، بيحب كل حاجه فيك يا مصر، اذا كان بيعمل دايفنج او بيعمل سنوركلينج في البحر الاحمر، أو إذا كان بيجي يقضي وقته في شرم الشيخ والغردقة ويجي يعمل رحلات المراكب البحرية، بيجي بيعمل النايل كروزنج، فبيزور الأماكن الأثرية، هو سائح مثقف. فده السائح الوحيد الشامل، يعني نيجي نلاقي مثلا أغلب السائحين في بعضهم يحب أشياء ولا يحب أخرى، زي السائح الإسباني يحب ان هو يزور الاماكن الاثريه ولكن اماكن البحر هو ما يعني مش عاشق ليها. السائح الايطالي زي السائح الالماني بالظبط، بيجي يحب جميع الاماكن في مصر، اذا كان اماكن ثقافيه، اذا كان سياحه ثقافيه زي زياره المقابر اللي احنا بنشوفها في سقاره والرحلات النيليه واسوان والاقصر، او بيجي يروح شرم الشيخ والغردقه ومرسى علم. والدولة دلوقتي بدأت تهتم بأنواع جديدة من السياحات زي سياحة اليخوت اللي ابتدت الدولة تنشط فيها بشكل قوي، وفي رعاية شاملة ليها. واحنا الرواج اللي احنا بنشهده ده بسبب اللي تم في الفترة بتاعت كورونا، أيام ما كان في كورونا وكان العالم كله قاعد في بيته، شاهدنا احنا موكب نقل الملوك الفراعنة. صحيح. وفخامة الرئيس السيسي صمم ان هو يكون احتفال عالمي، وتم غناء الأوبرا باللغة المصرية القديمة والعالم كله تغنى بها. فكان بعد ما كان كده عمل افتتاح طريق الكباش، فده خلى في الصورة الذهنية بتاعت السائح وفي الفكر بتاع السائح ان تكون مصر اول مقصد سياحي ليه، وده فعلا اللي بيحصل دلوقتي، وده سبب الرواج السياحي اللي بنشهده الفتره ديت، الشغل اللي اتعمل في الفتره السابقه. جميل يا دكتور مجدي، زي ما حضرتك ذكرت كده ان انا يكون عندي دراسه للجنسيات بتاعه السياح، اعرف السائح الروسي بيفضل ايه، الالماني، الصيني، عشان اقدم له بالفعل اللي هو بيفضله ومحتاجه، فتزيد النسبه، فبالتالي معدل الانفاق زي ما كنا بنتكلم من شويه يزيد. طيب أنا عندي كل أنواع السياحات سواء في الصيف أو في الشتاء، وبما إننا بنتكلم على الموسم الشتوي دلوقتي، فجو مصر مناسب جدا لدول كتيرة في أوروبا، إزاي ممكن أروج لده أكتر؟ إزاي أفتح أسواق سياحية جديدة؟ إحنا في الفترة اللي حصل فيها بعض الدول كانت منعت وصول سائحينها لمصر ونوعنا الأسواق السياحية، فإحنا عندنا أنواع كتير جدا، ورحنا اسواق كانت جديده علينا وشغالين عليها. ولكن انت دلوقتي النهارده لازم تزيد عندك الطاقه الفندقيه عشان تقدر تأدي الطلب، ولازم يكون في اماكن سياحات جديده بحيث انك انت تفتح الضيافات، تفتح ان هو المصريين ان هم يحولوا ممكن شققهم المغلقه الى السائحين ان هم يسكنوا فيها، او استضافتهم زي ما بيحصل في بيوت النوبه بيستضيفوا السائحين في بيوتهم. فعشان كده مصر فيها كل شيء جميل، وعشان انا اسوق لازم اتلمس دائما كل اسباب التسويق العالميه، ان احنا دلوقتي ما فيش حاجه ما بنعملهاش، وفي الفتره اللي جايه هتبتدي المؤتمرات العالميه الخارجيه، هيبتدي مؤتمر الفطور في اسبانيا ومؤتمر الورلد ترافل ماركت في انجلترا، وبعد كده مؤتمر اي تي في ايطاليا وبرلين وباريس وكل حته، فبنتواجد فيها دائما هذه المؤتمرات عشان نتبادل البرامج السياحيه، ودائما ما تنشا برامج جديده، لان كل ما عملت برنامج جديد وكل ما عندك منتج جديد زي المنتج الجديد بتاع منطقه العالمين، ده منتج جديد لسه اول مره يتعمل، المنتج الجديد اللي هيتعمل بتاع السياحه المستجلبه بتاع التجلي الاعظم، التجلي الاعظم هيجي فيه
والساده في مليون سائح بمجرد ما يفتتح من الشهر الجاي، لان انت مش سائح كمان، ده هنقول حاج، لان التجلي الاعظم ده لاداء المشاعر الدينيه. صحيح. لان رب الكون ورب البيت ورب القدس تجلى هنا سبحانه وتعالى وكلم سيدنا موسى تكليما. فدي كلها حاجات منتجات جديده هتجذب دائما وهيبقى في دائما مصر من السماء والارض. طيب، واحنا بنتكلم برضو عن السياحه، ذكرنا وحضرتك ذكرت من شويه انه المعدل وجود السائح الروسي في مصر زاد، عايزين نعرف من حضرتك ايه الاسباب اللي ادت لده؟ هو طبعا هو نعلم ان في الحرب الروسيه، ولكن السائح الروسي موجود وزاد، لان مهما كان برضه تاثير الحرب لسه مش بالقوه اللي هو نقدر نقول ان يمنع الروسي من الخروج لبلده، بجانب ان الدول الغربيه منعت دخول الروس عندها، فقللت حتى من انها تعطيهم التاشيرات. هو كان بيروح اوروبا، بيروح دول زي ايطاليا واسبانيا وفرنسا وكده، فطبعا بقى عنده مشاكل في الحصول على التاشيره، فتحولت وجهته السياحيه الى مصر من دول اوروبا، وده اللي خلى العدد بتاعه يزيد، ولكن مش بالعدد برضه اللي موجود. احنا وصلنا ان احنا عملنا 3 مليون سائح روسي في سنه 2010، فلسه طبعا ما وصلناش للرقم ده، ونتمنى نوصل له ان شاء الله. لان السائح الروسي سائح مهم جدا لمصر. شكرا جزيلا دكتور مجدي صادق، عضو غرفه شركات السياحه.